خلينا نحكي شوية على الموفيو ولا خلينا نبدأ كيفاش تم اتصال بيك ساعة. يقال انه بعض اعتزالك حبوا يرضيوك بالموفيولا. صدقني يا اسلام اتصلت بيا ثوريه المجبل، تحيه لها، تحيه لاختي ونحبها برشا. هما اللي اتصلوا بيا، لا ثم قال الراجل المنظومه هي اللي حطتني. يا اخي توا بربي يا اسلام كي نقولوا كلام اون سو كونتر دي نحكي على الشارع العام الرياضي، مقال وانا صاحب وليد ايش بيا نخلطوا، ولينا نخلطوا في المفاهيم. علاش انا العلاقات الانسانيه خينا باش ننكر في صحابي عمري ما معناتها قال الراجل تلومني في علاقاتي، انا صحابي ننكر انا في توفيق المكشر ما ننكرش، ننكر في عبد الكريم العابدي ما ننكرش، ننكر في وليد جلاد ما ننكرش، ننكر في وليد ما ننكرش، هذوما صحابي علاقاتي. اما شنو العلاقات الانسانيه ما يلزمش تكون عندها دخل في العلاقات الشخصيه في وسط خاطر الجامعه هي اللي تعين شكون في الموفيولا الا ما تعرض عليه الجامعه. ما لا جامعه عينت بن حسن نسال فيك الا تو بن حسن وين؟ اي انت ما نعرفش نسال فيك. انا قلت لك اسلام راهو اتصلوا بيا سيرفيس برود ما عندهم حتى علاقه بيا، سيرفيس نتاع برود هما اللي اتصلوا بيا باش نكون معناتها انا ناثث فقره الاحد الرياضي. باهي نجيو لنهايه العلاقه، احكي لنا لي كوليس شنو صار بالضبط الحكايه الكل من حكايه المرفق سلاح ووسيله لنهار اللي تقالوا كذا وسي. شوف اسلام بصراحه ما كنتش مقدر 100% معناتها الحجم البرنامج الضخم لحد الرياضي. راهو برنامج ضخم اسلام، برنامج معناتها في برشا بريسيون. صدقني التصفير والزفارة أرحم بياسر من برنامج لحد الرياضي. شهادة للتاريخ باش نبدأ معناتها أمين وصادق. لنهار سيرفيس بروت متاع لحد الرياضي وإلا المقدم متاع البرنامج خويا معز بولحي ادخلوا لي في الماتيري اللي نقدمها. واضح مقابلة الدربي فما لقطات قالك عليهم معز بولحي باش تعدي وانت نحيتهم. جامي مقابلة الدربي عدينا اللقطات الكل الكل سونز اكسيبسيون. الاختلاف الوحيد هو في لقطة انيس البدري، المرفق نتاع انيس البدري. انيس البدري باهي نجيو للمرفق سلاح وسيلة، احكي لنا شنو هي الحكاية بسرعة عليها برشا كلمات على مواقع التواصل الاجتماعي. هي صارت عليها بوليميك كبيرة لكن مالوريزمون احنا معناتها شعب والشارع العام الرياضي نحبوا نسمعوا كان المصطلحات المهمش معناتها بازي سور دي قال الراجل فوندي سور دي باس سوليد ماهمش مرتكزين على اسس صحيحه واسس تحكيميه واضحه. المصطلح اللي استعملته راه ما جبتوش معايا من الدار. انيس البدري استعمل المرفق كوسيله كأداة كوسيله ماهوش كسلاح. وهذا دونك موجود في القانون تاع التحكيم، مصطلح قانوني مليون في المية في لي لوا دو جو موجودين، في لي لوا دو جو موجود مصطلح قانوني مليون في المية. علاش ما صار علي الكلام هذا الكل؟ باهي نسمعك حاجة أنا حتى مكرم لاجيم كان دخل معنا سموها ما قال وبعد علق عليه. القانون هو هذا، يعني مرة يقول لنا مرفق كلاش كوف ومرفق بستولي، كلاش يمشي ب 16 كرتوشة والآخر يمشي بزوز. مش معقول هذا، وقت نحبوا نبروا، الأبيض ردوا أكحل والأكحل ردوا أبيض، معناها مفيولة موجهة مش غادي برك، مش غادي برك سلام، ولاحظوا حتى مقابلة بن قردين وباشا، أسكو أنت ياك صحافي رياضي، وأني حكم دولي سابق، اليوم أسكو مقابلة بن قردين اللي صار فيها والفضيحة، فيها كوش لقطة عديوها لقطة برك، اللي صار شيء ذاك، معناها تقريبا تاع رواح. علاش علاش كي تغيب العداله تقولوا العباد كيفاش تخرج وتعيط ويكسروا ويعملوا؟ ما نبروش العنف، ما انتوما تبروا في العنف، ما هو يحبوا يبروا، ما هو قال لك شنو هو قال؟ مرفق كيفاش؟ وسيله مش سلاح. وسيله مش سلاح ولا شنو هو شي قال هو؟ اسمع انا كي حب نمشي معاه في التبرير هو مرفق الاعتداء ورقه حمراء ما فماش كلام. اما كي يحبوا يبروا الضر نعطيه صفرة اللي هي صفرة ثانية، أما تعديه المفيولة إلا في المقابلة هذوك أكثر من هكا، ما يدخل إلا حد رياضي واحد يعمل مفيولة إلا يكون
مزكي بالجامعة التونسية لكرة القدم مثل المعارضة كما نقولوا نحن من المعارضين للحكام، جابوه في الاحد الرياضي ما يجيبوش، يجيبوا كوش ولد المنظومة اللي هو عندهم فيه الثقة واللي هما يعملوا فيه اللي يحبوهم، هو عايش في المنفعة معناها عنده قداش حقه يقصد، هو كيفاش دخل القائمة الدولية؟ دخلها بكفاءات ما دخلها خاطر هو صاحب ضدي صحفي معين عنده علاقة برئيس الجامعة، ورئيس الجامعة عنده فضني ولا اسمه تبييض والواحد وكذا، ودخلوا هذا في يتحقق قائمة دولية هو ولا غيره، ولا يعمل ملوشي مثلا يستحق الكوارث اللي عملها، ولا برشا حكام برشا حكام برشا حكام، معناها اللي تابع المنظومة تفضل مرحبا به يدخل قائمة الدولية، واللي ضد المنظومة ما نجمش يدخل قائمة دولية. شنو رايك سليم؟ مين تحب نبدا؟ نبدا من القائمة الدولية كيفاش دخلت؟ ولا كيفاش دخل هو؟ مين دخل هو ولا منين وقتاش دخلت انا؟ هو كيفاش دخلت راه؟ تو فما عباد موتة وعباد هو دخل بالمقولة الشهيرة النفط مقابل الغذاء. كيفاه؟ نفط مقابل الغذاء. كيفاه؟ دخل هو كان مش يدخل سمير الهمامي، دخل مكرم اللقام في مقابل، دخل كمال كمال من جابس هذا بهذا. قولوا نبداو بك انت، شنو هو هذا بهذا؟ شنو معناتها شنو النفط مقابل؟ هاني قلت لك النفط مقابل غذاء اللي يعرفوا التحكيم واش عطاه. لا لا ما خذاش وما عطاش. كان هو صاحب اللي نحييه برشا ونحبه برشا سي رشيد بن خديجه. سي رشيد بن خديجه ضرب باش هو يدخل القائمه الدوليه مقابل كونه يدخل كمال من جابس في اوديتري مو من سمير كمال عبد المؤمن. وين مش يدخل كمال بن جابس؟ دخل هو كان مش يدخل سمير الهمامي القائمه الدوليه. يا اخي قلت لك النفط مقابل غذاء، دخل مكرم اللقام القائمه الدوليه ما دخلش سمير الهمامي. وفي بلاصه معناتها باش ياخذوا بخاطر، على قلت لك فما عباد موته ما نحبش ندخل راني في البوليميك انا هذيا الشعبويه بيوري دور ما نحبش ندخل فيها. اي كملي كملي. دونك دخل كمال عبد المؤمن ونحييه ويستحق انه كونه يدخل القائمه الدوليه وقتها ارضاء سي عبد السلام شمام اللي هو من جهه جابس. علاش قلت لك انا راهو اذا كان هو يحكي الشعبويه احنا رانا ما نحبوش نتكلموا خاطر مش ناقصين لسان. راهو عبد السلام شمام مش من ورثه؟ لا عبد السلام شمام عاد ما رجع للتاريخ، هو من جابس. باهي هو من جابس الله يرحمه وينعمه السيد. معناتها والله وصلنا معناتها الايتا باش نحكيو على حتى على الموتى. هذه كل نعرفوها احنا، قلنا ما نحبوش نوصلوا. الشعبويه بيوري دور كي نقول لك انا راني شعبويه بيوري دور، انا راني ما تحطيتش في ليميسيون تاع لحد رياضي باش نحكي عشا بالشعبويه. انا تحطيت، انا حبيت نعمل ماتيير، حبيت نعمل ماتيير في لو ستوندينغ. شو معناها؟ يعني حبيت نخدم يا اخي لحد رياضي، نوقفوا التصويره باش نوريو الاعتداء، ساق لاصق لساق، هذا يتسمى مافيولا. نوقف نعملوا الخط الوهمي لين ايماجينير باش نتسماو هذه مافيولا. انا من بين الشروط اللي كنت حكيت فيها حتى مع معز ولا حتى مع انيس ولا ثريا، ما عنديش كاميرا دوليني، ما نعديش لورجو، يعني ما نبداش كاراكوز، ما نعديش لورجو، ما عنديش كاميرا دوليني بور فوار لا بوزيسيون معناتها دي جوار اي لا بوزيسيون اكزاكت دو لاربيتر اسيستون، ما نعديش، ما نعديهاش ليماج. علاش نحكي؟ هاني قلت لك كمالي يحكي، هاني قلت لك معناتها اسلام ال 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 الماتير اللي حبيت نقدمها معناتها في مستوى اخر. حبيت كيما ستوندينغ اللي موجود في العالم في القنوات العالميه في ابو ظبي الرياضيه في القنوات الرياضيه الكبرى، معناتها يقوموا ما راهم يحل ما يعني انا مانيش مطالب بالراي العام، انا مطالب الماتير تكون فوندي سور دي باس سوليد قانونيا. خي انا نعم في مافيولا على المكرم اللقام، باش مكرم اللقام يقول لي يعطيك الصحه. انا عندي قانون، انا باش نوري اللقطه هل انه لقطه قانونيه ولا انا مش ذنبي اللي مكرم اللقام ما يعرفش القانون، هو خرج ندرى قداش عنده من القائمه الدوليه، هذاك اموره هو يعرفها ما يعرفهاش، هذيك اموره نجم يكون يعرفها وبالعاني يا خاطر نمشيو في نفس التوجه الشعبويه هذيا البيوري دور ونسربيو للراي العام الرياضي الكلام اللي يحبوا يمشي في التوجه هذاك. اما معناتها ما نلوموش، ينجم يكون ما يعرفهاش. علاش تخلاو عليك؟ هاني قلت لك اسلام، هاني قلت لك ما ينجم يكون عندهم هما بيدهم ضغوطات كونسيبت جديد. شفت خايبه الطريقه نتاع تخلى عليك؟ لا لا بالعكس بالعكس، كلموني بكل احترام. وحتى كي حكيت معايا ثريا ما قالتليش تخلي، راه باش نبداو واضحين. بون انا نجم نفهمها امبليسيتمون اللي هو تخلي،
معز بولحية قال تخلي ميسيالش حتى معز كي قال تخلي يعني قلت لك راهو انا يحصل لي شرف راهو شبيك اسلام راني انا معناتها 4 و5 و6 شهور التالي راني مازلت اربيتر واضح. يعني هذا المشهد الاعلامي ولا ما عنديش عليه فكره واضح. بالعكس معناتها كانت تجربه لي انا مفيده تجربه معناتها نقيمها اللي هي تجربه ممتازه استعملت فيها مصطلحات 100% كلهم قانونيين المصطلحات اللي استعملتهم كلهم قانونيين معناتها ما عنديش حاجة عملتها معناتها اون كاشيت ولا ماهيش مرتكزة على سند قانوني 100%